هلو ماي لوفلي فاميلي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال، وتكون صحتكم لاباس نتوما وعائلتكم وناسكم وحبابكم والعزاز عليكم. ان شاء الله نكون انا واحدة منهم. رانا اليوم البنات في الحلقة الثانية من راح خدام وانا لصقت فيه رايحة تكون ان سيري ان شاء الله. دونك قلت لكم وين يروح انا يا جون، نروح معه يعني في شغالاته سيغتو في الخير هكذا يا الو. في الفلوغ تاع اليوم، لا فيديو تاع اليوم، رايحين للشرق الجزائري الحبيب، ديستيناسيون قسطنطين قسنطينة، وين عنده يعني راجلي شغالاتو نخلصوهم ونعاودو نوليو. دونك هادي الفلوغات اللي راهم جايين رايحين يكونوا في الشرق الجزائري الى كتب ربي وطول في العمار، وقدرنا نبارطاجيو لي فلوغ تاعنا مع الحباب. قلت لكم هنايا رانا في لا نوفيل فيل تاع علي منجلي قسنطينة، او المدينه الجديده تاع علي منجلي. ما شاء الله، شوفوا انا كنت رحت لها افون مي ما كانتش بهذا الروعه، دوكا زادوا فيها وسورتو كي يدوز عليها تخاموي خير وخير. فيها ريتاج مول اللي رايحه نبارطاجيه معكم ابخي ان شاء الله، يعني مدينه بزاف كبيره، هي ليكستونسيون تاع قسنطينه فيل ولا مدينه قسنطينه اللي تعمرت يعني من كلش، بالسكان بالحوانت بكل شيء. دونك داروا ليكستونسيون تاع علي منجلي، والله فريمون كيما يقولوا عرفوا واش يديروا، ولات يعني هي برسك هي الكابيتال. دونك بزاف الغاشي، ومام في الليل ما تحبسش كامل كيما يقولوا مدينه. فوالا هذه هي، قلت لكم كرينا في اوتيل الخيام، فندق الخيام عناني سي سا اسمو. دونك بلا ما ريزيرفينا بار تيليفون لاول مره، او كونترير كيعيط لهم راجلي قالوا كاينين لي شومبر ارواحو سون ريزيرفاسيون. دونك حنا كرينا بور اون وي برك، ما حبيناش نكريو يعني منا ولا منا اوتيل، جوست خدمه يعني ومباته وحبينا حاجه نقيه. دونك يا با ميو كو فندق الخيام هدايا، اول مره نزورو ما عندي حتى فكره عليه. هنايا كنا داخلين كما يقولوا على فيغلات، دونك مي في الانترنت انا شفت لي فوتو شفت دي فيديو عليه. الوغ انا هكذا اشاك فوا ونوصيكم البنات، اشاك فوا تحبوا تروحوا ان اندغوا دخلوا في اليوتيوب شوفوا لي فيديو عليه، يعني لا ماجوريتي تاع اليوتيوب زويت واليوتيوبر يوتيوبرز فوالا يديروا يعني يمدوا الحقائق، ابار الناس بيان سور اللي ما تحبش تمد الحقائق، هذوك بينهم وبين ضميرهم وبينهم وبين مولاهم. بالنسبه للسعر، يعني السعر جد 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 مناسب، تخلصوش كي تدخلوا، يعني تخلصوا يشدوا لكم لي بابي تاعكم تو سكي كارت ناسيونال ليفري دو فامي كل في الخرجه اللي تخلصوا يعني تريقليو اموركم. الوغ حنا في الخرجه طاحت لنا 1130، يعني 1,130,000 داخل فيها فطور الصباح. بالنسبه للغدا والعشاء ما حوسناش نفهموا باسكو نديروهم هادو كامل برا كيما سبقتو فهمتكم. اوتيل يعني مليح شباب جديد فوالا، فيه كل قلت لكم فيه كلش، تلقاو لي شومبر صغار كيما اللي خيرنا حنا شومبر اوردينير، وتلقاو لي سويت لي شومبر كبار بوغ لي فامي. دوك تشوفوا معايا واش كاين فيه كامل، كوم ريستوراسيون كوم سونا بيسين سونتر دو فيتنس سي فو فولي دير، مهم شباب بزاف والبري تاعو يعني ما شاء الله مليح. حنا انا عطيت لكم السعر تاع لا شومبر اللي خيرناها، دوطخ شومبر والله ما على بالي الاسعار تاعهم مي ديباسيوش 15,000 جو بونس، فو يعني النقال اللي عندهم يتو ولا غير ما شاء الله. والترحيب ما نحكي لكمش، قاموا بنا ما شاء الله، وجوست كيما قلت لكم انايا بوغ اون نوي، ويعني خدمه جينا جو خدمه ماشي فريمون تحوات، مي مالغري تو خدكم حوست ما نكذبش عليكم، رايحه نديكم ابخي وين رحت كامل في قسنطينه ولا في الولايات المجاوره. نغتنم الفرصه ونريبوندي على واحد الحشرات، فوالا حشرات اليوتيوب اللي الغرض تاعهم برك يدخلوا يقلقوك ويعطوا لك كومونتير سلبي. انا المهم مانيش من الناس اللي تقلق روحها ولا نحبط المورال تاعي على جال الناس، ما تسواش، مي حبيت نرجع لهاد المخلوقه ويكون درس وعبره لقاعتك اللي تسولها نفسها تجي تكومونتي عند كريمه وتقولها كذا وكذا. انا يا البهلوله يا الديبيل يا ستيوبيد يا دونكي،
دونك انا كيقاتلي على هذيك شركه دي اكس انيتو والتسويق الشبكي والنصب والاحتيال، ومازالني رايحه نزيد نهضر عليه، ومازالني رايحه نهضر بزاف على هاد الشركه تاع النصب والطرق الجديده اللي راهم يديروها باش ينصبوا على الناس. قالت لي بيسك انت زعما كونط هاد الشركه، علاش راكي تروحي لي زوتيل وتحوسي وتروجي لهم جوغ بالمعنى تاع تروجي لهم وتدي دراهم؟ يا الحابسه يا الحابسه يا الحابسه، لو كان تشوفي باك لي نومبر دي زابوني اللي راهو عندي تعرفي باللي ما رانيش نخلص من اليوتيوب. هذه اولا راهو عندي ميم با دو كايد مي، دونك ما يسمحليش باش نخلص، وما راهيش ميم با مفعله القناه تاعي. هذه اولتها. ثانيتها يا البهلوله، انا يا كي نروح لي زوتيل نروح مع راجلي مع تاج راسي يحوس بيا، اللي بالك انتي جو نسي با باش ما نغلطش، اللي بالك انتي ما راكيش عايشه هاد الحاجه. فوالا. ثالثتها نروحوا بدراهم منا، بدراهم راجلي وبخير راجلي ربي يخليه لي شمع ضوي لحياتي. هذه هي نروحوا حواسين، ما راني ندير بيبليسيتي، ما راني نحوس نطلع لي زوتيل نطلع علامهم. لا بروف والدليل اني كل ما نروح الاوتيل نلقى فيه قلت لك نفرشهم ونقولهم كاع واش كاين، سوا اوتيل 5 ايطوال 4 ايطوال 4 دمي اور سيري، انا نقول الحقيقه ما نقولش الخيال. انا ما نرطب لهمش باش زعما يساعدوني ولا هادي، شوفوا خاطيني خاطيني هاد نموت كيما يقول لك تتشق الارض وتدفني، وما نديرش هاد الخصايل وهاد الفعايل تاع جو سي با نايا واش راهم يديروا في اليوتيوب. الوغ نروح انا بحر مالي بدراهم راجلي بخير راجلي نحوس، ما عندي حتى غرض واحد اخر من غير التحواس والبارطاج تاع لي فلوك تاعي مع الحباب ومع الناس. بالك يحبوا يروحوا الجهه الفلانيه يلقاو اوتيل درت عليه فيديو، درت عليه واحد اخرى، دار عليه واحد اخر، هذا هو الغرض. وميم طون الحاجه الدليل القاطع والساطع انه كي نروح تما جامي ما نقول لهم بلي عندي قناه ولا عندي يوتيوب ولا جو سوي يوتيوبرز انفلونسرز انستغرامرز فيسبوكز جامي ما نقول لهم. داير ميم راجلي ما يحبش. دونك انا نروح نورمال كايها الناس، ندخل لوتيل نحوس نفري امورنا شغالتنا، نجي خارجه يعطيكم الصحه وندير انا واش راهو في خاطري، واش لقيت نقائص، واش لقيت حاجه مليحه. دي فوا تلقاو اوتيل تاع ميم با مليون لليله ولوكس دو لوكس، تلقاو اوتيل 3 ملايين 4 وفيه نقائص كارثيه. هذا هو الغرض تاعي انا، جامي كي ندخل لغيستورون ولا اي بلاصه نحوس فيها جامي ما نقول لهم من بالرح ما والو. انا نروح ليا انا ككريمه نحوس نفاجي على روحي كيما يقولوا ندي فايده نعرف بلاصه جديده. جامي ما نقول لهم انا يوتيوبرز وديروا لي وفعلوا لي ونقصوا لي، جامي هذه ما تصراش. حتى ولو كان نحب انا راجلي انتيردي كرامته فوق كل شيء، وزاد طاح معايا انا كرامتي فوق ماشي غير كل شيء. الحمد لله يا ربي، اللهم كفينا بحلالك عن حرامك وعن اي حاجه مشبوهه. قلت لكم ديجا القناه هذه راني دايرتها باش نبارطاجي مع الناس اللي يحبوني بيان سور واللي نحبهم يومياتي فلوغاتي بلايص شابين دي زوتيل دي ريستورون لا اقل كما يقول لك ولا اكثر. هذا مكان وهذا هو الغرض تاعي، وجامي انا ما نروح باش نقول لهم انا يوتيوبرز وما على باليش. هذه هي هذا رد يعني نهائي لهاد الفئه اللي راهم يدخلوا عندي ويقولوا لي راكي تروجي وما على باليش وما على باليش. المهم هذا هو الرد تاعي عليكم ايتها الحشرات الاخر مره، واللي نزيد نلقاها تدخل تكومونتي لي على هذيك الشركه ديها النيف سوا ديزون وعلى جميع النصب والاحتيال، رايحه تسوبريمي وتتسينيالي كما درت لصحاباتك ولجماعتك. واللي ضحكتني كامل كو الشركه هاد الشركه دي خرطي ان راهي تشارع في جميع واحد هضر عليها. جو سوي لا راني هنا ونتسنى فيك تشارعين يا دي خرطي ان. شوفوا ربي يهديكم من الاخر. المهم راني وجعت لكم راسكم الحباب، ما تستاهلوش هاد الطاقه السلبيه. هذه هي برك حبيت نفتح قوس نريبوندي لهذيك الحشره وجماعتها لاخر مره على هاد النقطه تاع اليوتيوب وتاع التحواس وراكي تروجي. انا يا اول حاجه نروج لبلادي،
جو سوي فيغ نروج لبلادي وماشي لبلاد واحد اخرى، فهمتوني؟ دونك انا نروج لكاع واش كاين، بلاصه شابه، بلاصه قيس قيس، بلاصه حابطه، لجميع الفئات وجميع الطبقات اللي كاينه في بلادي، باش كل واحد يحب يروح البلاصه يدخل عندي يلقاني درت فيديو على هذيك البلاصه باذن الله. الى ربي كيما يقول لك مد في الصحه ومد في العمر، هذا ما كان. هذه هي نروج لبلادي وجو سوي فيغ، سافي با دي غاني ندير في الاشهارات كيما راهم يديروا. نتوما عندكم عفسه عيانه سيك ديروا كاع الناس في شكاره واحده، هذه هي الناس اجناس والناس تختلف، كل وحده وعقليتها، كل وحده وتربيتها، كل وحده والدوغري تاع الشبعه تاعها والدوغري تاع القناعه تاعها، باسكو القناعه كنز لا يفنى، القناعه هي كلش. كي تكوني قانعه بوش عندك والله يجي وش يجي ما يهزكش. هذه هي، دونك هذا هو جوابي ليك، وان شاء الله تكوني يعني عمرتي راسك بشويه عقليه تاع ناس فاهمه وعارفه واش راهي دير. اما انت نقول لك ربي يهديك وجماعه اللي تشبه لك. مهم، هذا هو الحباب فندق الخيام اللي جاي في علي من جليل، مدينه جديده، ولايه قسنطينه. بزاف شباب، بزاف مناسب كيما يقولوا للي يحبوا يروحوا، سواء يحوسوا سواء يجوا من دوطخ ولايه يقضيوا تما، باسكو كاين هذاك المول تاع الريتاج، بزاف شباب يحبوا يضربوا ليله تما، ما ماشي مشكل. جوغ فندق مناسب تلقاو فيه كلش، سونتر دو فيتنس كيما قلت لكم، كاين دي شومبر صغار اي دي سويت كبار. هنا راني نصور لكم في لابيسين تاعو، مالغري كو كان يعني ما راهيش تخدم باسكو كانت فريمون سخانه، مي شغل ما الواحد ما يريسكيش على جال المرضيتو. دونك صورتها لكم برك كيفاش دايره. حنا لا شومبر اللي خديناها كانت تطل على هاد لابيسين. المهم هذا واش صورت لكم على فندق الخيام، جيسبر يكون عجبكم الفلوغ، ونتلاقاو في فلوغات جايين. مع السلامه، وتهلاو لي في رواحكم.